ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن فوائد الاوميجا 3 للجسم وللبشره والشعر، وقد ايه هي مهمه جدا ولازم كل يوم ناخد كبسوله من الاوميجا 3 او حبه جيلي من الاوميجا 3 اللي هي ار اكس اللي هي من انفينيتي. طيب فوائدها ايه للجسم؟ اول حاجه بتقوي المناعة بتاعت الجسم، بتقوي الذاكرة، وكمان بتعلي نسبة التركيز، علشان كده هي بتحمينا من الزهايمر. ده غير ان هي مفيدة جدا لأمراض القلب، بتحمينا من أمراض القلب وتصلب الشرايين وكمان من الجلطات. وكمان يا بنات بتعمل على حرق الدهون في الجسم، ده غير ان هي بتظبط نسبة الكوليسترول في الدم، بتظبط مستويات ضغط الدم، وكمان مفيدة جدا بتحمي او بتقوي العضلات والأعصاب. وكمان يا بنات مفيدة جدا للأطفال بنسبة عالية جدا في التركيز وفي الذاكرة علشان المذاكرة وكده. طيب بالنسبة بقى لأهميتها للشعر أو للبشرة، للبشرة أول حاجة بتدي ترطيب عالي جدا للبشرة، بتديها نضارة ومرونة وحيوية، ده غير ان هي كمان بتحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، بتقلل من حب الشباب، بتقلل من الشيخوخة المبكرة. وبالنسبة بقى للشعر فهي بتقوي الشعراية وبتقوي بصيلات الشعر، بتطول الشعر بسرعة، وكمان تعمل على تطويل الأظافر للناس اللي بتهتم بأظافرها. الأوميجا 3 مفيش غنى عنها خالص في أي بيت. أول حاجة أنا بستخدم دي لأنها عبارة عن كبسولات، فبتستخدم من سن 18 سنة فيما فوق. أما دي بقى يا بنات اللي هي أوميجا 3 الأوميجا آر إكس من إنفينتي، فدي عبارة عن حبيبات كده من الجيلي. طبعا عشان خاطر ده شكلها، طبعا عشان الولاد مش هيعرفوا ياخدوا الكبسولات فأنا بشتري لهم دي، حلوة جدا، بياكلوها كده زي الشوكولاتة، بجد حلوة جدا وطعمها حلو ومفيدة جدا للأولاد، وخصوصا أيام الامتحانات والمذاكرة. بس طبعا أنا بنصح إن لازم تبقى موجودة كل يوم، يعني العلبة دي فيها 60 حباية، هتكفيك شهرين لو عندك طفل، ممكن لو عندك طفلين هتكفيك شهر. وكمان الأسعار مش غالية قوي بالنسبة للفوائد اللي جسمنا هيستفيد منها من الأوميجا 3، فعشان كده أنا حابة إن الأوميجا 3 تبقى حاجة أساسية كل يوم أنا ولادي وجوزي ناخدها. بتمنى كلكم تجيبوها وتستفيدوا من الفوائد بتاعتها، وكمان بتمنى منكم تدعموني باللايك لو الفيديو عجبكم، ولو كنت اول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.